خلينا نتعرف على مشروع آخر كمان فاز بالمركز الثاني. المركز ده فاز بيه جامعة قناة السويس، والمشروع اسمه أبليكيشن أو تطبيق للكشف عن سوس النخيل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من التيم ليدر عبد الرحمن الصغير، الطالب في الفرقة الثالثة قسم الهندسة الزراعية بجامعة قناة السويس. صباح الخير عليك يا عبد الرحمن، وألف مبروك وكل سنة وأنت طيب. صباح النور يا أستاذة، حضرتك بخير دايما كده يا رب. ربنا يخليك. قولي بقى، احكي لي عن التطبيق الإلكتروني أو الأبليكيشن اللي يقدر يكشف عن سوس النخيل. تمام، احنا عندنا مشكلة في مصر. احنا مصر من أوائل الدول اللي بتصدر تمور على مستوى العالم في إنتاج حوالي ضخم بالملايين، فاحنا عندنا مشكلة إن احنا في ظل التصدير ده في آفة من ضمن الآفات اللي بتسبب مشكلة للنخيل، وهي سوس النخيل. وده طبعا ده مشكلته، اللي هي لما بتصيب السوسه بتعمل له عمليه، بتقعد تاكل جوه قلب النخله، وبعد كده بنتفاجئ نلاقي ان النخله وقعت ومبقتش صالحه للزراعه تاني، وده من غير اي اعراض. فاحنا عملنا ابلكيشن هيضطر يكشف عن سوسه النخيل عن طريق الموجات الصوتيه او الاهتزازات الصوتيه، عن طريق اللي احنا هنركز الاهتزازات الصوتيه او الموجات الصوتيه ديت على النخله، والموجات الصوتيه بدورها هتعمل على اللي هي تعمل على موت الآفة أو تعمل لها عملية قضاء من غير ما تأثر على النخلة. يبقى إحنا كده قضينا على فكرة سوسة النخيل والآفات الزراعية اللي هي خصوصا تخص النخيل، اللي هي سوسة النخيل، من غير ما نضر بالبيئة عن طريق الموجات الصوتية. وإحنا مستخدمين الموجات الصوتية ديت على تركيز معين للخاص بسوسة النخيل. طيب كانت ايه اصلا الطرق التقليديه للكشف عن سوس النخيل؟ هو ما كانش فيه طرق تقليديه، او كانت الطرق التقليديه عامه ان احنا بيشوف مثلا هل في عرض على النخله. الاعراض دي كانت بتظهر متاخر جدا، كان لما بتيجي تظهر كان بيبقى مثلا خلاص السوسه عمر كانت النخله خلاص بينتهي. بالظبط، بيكون خلاص بيكونش غير ما فيش امكانيه ان احنا نعمل لها مكافحه، والمكافحه كانت بتستخدم مبيدات. احنا نفس الفكره برضو مستخدمين المكافحه، ولكن برضو بفكره الموجات الصوتيه. احنا الموجات الصوتيه اللي هنستخدمها في الكشف عن سوسه النخيل دي برضو هنستخدمها في القضاء عليها، عن طريق ان احنا برضو الموجات الصوتيه اي انسان او اي كائن بيبقى ليه ترددات اهتزازات معينه، لو زاد عن حده تمام ده بيضر الكائن ده. ده اللي احنا هنستخدمه عن السوسه عن طريق برضو الموجات الصوتيه الخاصه بيها. مش هيكون لها أي تأثير على التمور. لا لا، مش هيكون ليها اي تاثير خالص على الطمور ولا على اي كائنات نافحه حوالين النخله، لان احنا عاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي هنكون يعني عاملين تخصص للسوسه بس. عبد الرحمن، طيب قولي ايه الدور اللي ممكن تساعدكم فيه أكاديمية البحث العلمي عشان تقدروا توصلوا لشكل تنفيذي قابل للتطبيق خلال الفترة اللي جاية؟ هو احنا بالتعاون مع فاوجيكت او منظمه الفاو واكاديميه البحث العلمي، اكاديميه البحث العلمي خلال الست شهور القادمه هتعمل معانا زي عقد، لانها هتوفر لينا مينيتور، ودي كمان عشان توفر لنا السوسه ذات نفسها عشان نقدر نعمل عليها التجارب كمان الكافيه، لان فكره ان احنا توفر عمليه السوسه ده موجود صعب شويه توفره غير عن طريق الاكاديميه. فاحنا عن طريق الاكاديميه هيبقى فيه عقد ما بين البروجكت وبين احنا مشروعنا وبين الاكاديميه، عشان يبقى لينا تدريبات مفصله اكتر عن الموضوع، عشان كمان نقدر يساعدونا اكتر في المشروع على ارض الواقع. طبعا احنا بنحييك يا عبد الرحمن وبنشكرك شكرا جزيلا انت وفريقك طبعا بالكامل. عبد الرحمن الصغير الطالب بالفرقه الثالثه قسم الهندسه الزراعيه جامعه قناه السويس، شكرا ليك يا عبد الرحمن.